بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. بداية نعتذر عن عدم ظهورنا في الأسبوع الماضي بسبب حادث تعرضت له، وكان معي رئيس التحرير الأستاذ أحمد بيبو، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المخلصين وبفضل ربنا سبحانه وتعالى كان الحادث سليما بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يبعد عنا جميعا كل شر. لكن في الحقيقة تعلمت درس جميل جدا جدا من هذا الحادث. ناس كثيرة جدا بيبقى عندها ظروف وبننسى نتواصل معها. قد إيه كانت الرسالة ترفع روح المعنوية للإنسان، قد إيه كان الاتصال بيبقى له طعم جميل، قد إيه الزيارة لما حد يزورك بتبقى أجمل، قد إيه لما تلاقي الناس بتسأل عليك تقول لك طيب خد موقف بقى من اللحظة دي. أي إنسان يحصل له لا قدر الله أي ظرف لابد وأن تتواصل معه، لأن هذا الشيء يجعل الإنسان يشعر بطمأنينة ويشعر أن الناس بجانبه واقفين جنبه، فحاجة تخفف عن كل صاحب ألم ألمه. الشيء الثاني، الإنسان في لحظة ممكن ينتهي. احنا ماشيين بالعربية جايين على القناة، الكاوتشي ضرب مننا بتاع العربية التير الخلفي يمين، العربية بدأت تقلب بينا، أثناء قلب العربية فقدت السيطرة عن كل شيء في جزء من ثانية، ما انتش قادر تعمل نفسك حاجة، حتى أولادك معك في السيارة مش قادر تعمل لهم حاجة، بس في رب سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يحفظك ويحفظهم. فالإنسان دائما وأبدا يخلي علاقته بربنا سبحانه وتعالى كويسة، ويحمد ربنا على أي شيء تحصل له في حياته. الحمد لله أني مش في الدين، الحمد لله أني مش أكبر من كده، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قدر يصبر الإنسان عليها. لكن في الحقيقة تعلمت درس أن شباب مصر جميل، شباب مصر وبيشوف العربية بتتقلب كده وينزل بسرعة ويجري علينا، لا همه لا تراب ولا همه العربية ممكن تضرب فيه، والعربية بتتقلب يقف لحظة يفتح العربية. هو ده شباب مصر، عشان كده كان عنوان حلقتنا النهاردة شباب مصر قادم. بداية معنا الأستاذ سيد حسين، مستشار لجنة رجال الأعمال بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية فرع الفيوم. السلام عليكم حك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لحضرتك الدكتور رمضان، والحمد لله على سلامتك وسلامة أولادك وسلامة الأستاذ أحمد كويس، وإن شاء الله بإذن الله عشان أنت راجل محترم وربنا بيحبك فمحبب فيك خلقه. الله يبارك لك. تحياتي السيد برنامج مع القادة. الله يعزك. حبيبنا يعني حدك احد رجال اعمال ابناء الفيوم. صح، ما انتش عايش في الفيوم، لكن كان ليك تواصل مع برنامج مع القادة، وقلت ان انت عايز تقدم شيء لشباب محافظة الفيوم. يا ترى ما هذا الشيء عند الحاج سيد اللي عايز يقدمه لابناء محافظة الفيوم والشباب خاصة؟ اولا اشكرك جدا يا دكتور رمضان على اهتمامك بملف الشباب في كل حلقاتك، وطبعا استغل الفرصه واهني الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح مؤتمر شباب العالم 2019 اللي كان في شرم الشيخ الاسبوع الماضي، واهني شعب مصر على نجاح هذا المؤتمر، وكان شرف لمصر وشعب مصر عمل هذا المؤتمر في شرم الشيخ برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص الشديد على شباب مصر واجتماعاته الدائمة لشباب مصر، كما أتوجه طبعا بالشكر للدولة على اهتمامها بمحافظة الفيوم بعمل المجزر الآلي في مركز يوسف الصديق. تمام. وأشكر الدولة أيضا على رصد مبلغ 10 مليار جنيه تقريبا لتطوير بحيرة أرون. تمام. ورصد مبلغ 9.5 مليار لاستكمال الصرف الصحي لقرى ومراكز الفيوم اللي ان شاء الله هيبدا قريب باذنك انت يا رب ان شاء الله. الله كويس. طبعا انا بطالب الدوله ومحافظه الفيوم بتشغيل المصانع في كومشيم المتعثره والمغلقه. تمام. لايجاد فرص عمل للشباب
ولقيت فرص عمل لاولادنا في الفيوم واهلينا في الفيوم كويس، تمام. وده طبعا مش كتير ولا صعب في ظل رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو في فتره قصيره جدا اشتغل حوالي اكثر من 5000 مصنع في الفتره القصيره دي في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو صعب مش صعب جدا طبعا على الدوله ان شاء الله باذن الله. فانا بقترح اقتراح في لمحافظ الفيوم اتفضل. ورجال الاعمال المحترمين في الفيوم واعضاء مجلس الشعب المحترمين في الفيوم، ان احنا نعمل لجنه بنشوف ايه المصانع بتاع كومشيم وايه سبب تعثرها وايه سبب غلقها لايجاد فرص عمل للشباب تمام. كويس، ونطالب برضو الدوله بعمل مصنع كبير يليق بالفيوم وايجاد فرص عمل للفيوم وشباب الفيوم، ايجاد فرص عمل لشباب الفيوم وشابات الفيوم، دول ابنائنا واخواتنا واهلينا، تمام. فاهمني ازاي؟ فده طلبي من الدوله ومن محافظ الفيوم. طبعا احنا عارفين طبعا راجل محافظ الفيوم راجل مشكور شاب وبيتحرك وبينزل الشارع كتير ليل ونهار، وده بنشوفه كتير جدا يعني وفي التلفزيون، فان شاء الله ان احنا متفائلين بخير ان احنا نشوف اي عمل او اي فرصه نقعد قريب ان شاء الله مع الناس المحترمين اللي ذكرتهم لايجاد فرص عمل لشبابنا في الفيوم. كويس؟ الحاج سيد حسين طبعا احد رجال اعمال محافظه الفيوم، لكن هو في الحقيقه مش عايش في محافظه الفيوم. انا بشكرك على اتصالك وبشكرك على تواصلك مع برنامج مع القاده. صحيح معرفتنا بالحاج سيد قريبه جدا، لكن ان دل على شيء فبيدل على اصالته وحبه لبلده. يكفي ان هو راجل اعمال ناجح خارج المحافظه وما شاء الله ربنا يوسع عليه، لكن عايز يرجع للمحافظه مش عشان يستفيد منها وينهبها زي الاخرين، لا، عشان يقف جنب الشباب، عشان يقف جنب اهله. وهي دي يا جماعه الفرق ما بين الانسان اللي عنده اصل والانسان اللي هو فجاه كده. الانسان عنده اصل مهما بيصعد بيشيل اهله وبلده على راسه، مهما عليه في المنصب هو بيشيل اهله وبلده فوق راسه. الانسان التاني يدوس على اهله وبلده عشان يوصل هو. فبنقول شكرا للسيد حسين احد رجال اعمال محافظه الفيوم ومستشار لجنه رجال الاعمال بمنظمه الشعوب والبرلمانات العربيه فرع الفيوم. مشاهدينا الكرام، شباب مصر قادم. يمكن امس تم الاعلان عن وزراء ونواب للوزراء. الجميل ان منهم شباب، المهندسة غادة مصطفى نائب وزير المواصلات، الدكتور طارق محمد نائب وزير الصحة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الدكتور محمد ايمن نائب وزير التعليم، رضا السيد محمود حجازي نائب لوزير التربية والتعليم كما هو كان في منصبه قبل كده، أحمد محمد نائب لوزير التربية، علاء الدين عبد الحكيم نائب لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب لوزير الزراعة. كان برضو تم إضافة وزارة جديدة وعودة ميمونة لوزارة الإعلام تحت قيادة الناجح الأستاذ أسامة هيكل، وكان تغيير أيضا خالد العنابي وزيرا للسياحة والأثار، عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قلنا الأستاذ أسامة حسين عطوة هيكل وزيرا للإعلام، الطيار محمد كمال وزيرا للطيران المدني، الأستاذة نيفين رياض وزيرة للتضامن الاجتماعي، السيد محمد القيصر وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، نيفين عصام الدين وزيرا للتجارة والصناعة، علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن وزيرا لشؤون مجلس النواب. البعض الآخر يبقى كما هو على رأس وزارته وزير الشباب والرياضة. الكل كان يتوقع تغيير وزير التربية والتعليم دكتور طارق، تغيير وزيرة الصحة، لكن تبقى الصحة والتعليم في مصر هي كما هي عليه. لكن شيء جميل جدا أن نرى شباب موجود داخل التشكيل الوزاري،
وقبلها بفترة بسيطة رأينا شباب نوابا للمحافظين، حتى بعض المحافظين شباب، ويمكن برضو محافظ الفيوم بتتكلم مثلا 44 سنة تقريبا، حيوية ونشاط يتحرك. أعتقد الدولة على الطريق الصحيح، وشباب مصر قادم وبقوة إن شاء الله. خلال الفترة الماضية القصيرة، خلال الأسبوع نفس هذا اليوم الأسبوع الماضي، كان فيه مؤتمر الشباب، وكان مشارك في نخبة من شباب كل المحافظات بل وبعض الدول، وكان من بين الحاضرين في هذا المؤتمر الأستاذ محمد فؤاد زغلول، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الفيوم. الأستاذ محمد شاب وطموح، لكن ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل، وتحت عنوان شباب مصر قادم. تحدثنا قبل الفاصل عن مؤتمر الشباب، مؤتمر شباب العالم الأخير، وذكرنا أن كان في مشاركين كثر من أكثر من دولة، من أكثر من محافظة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فؤاد زغلول أمين عام حزب الحرية المصري بالفيوم. يا ريت الكنترول يتابع لنا ويكون في اتصال مع الأستاذ محمد فؤاد زغلول إذا أمكن. مشاهدينا الكرام، محافظة الفيوم على موعد في 21 من ديسمبر في كل عام 21/12 مع بداية فصل الشتاء إلى تعامد الشمس على قصر قارون قدس الأقداس. هذا الأمر شيء جميل وملفت للنظر، لكن يا ترى هل هذا الأمر يأتي إيجابيا على السياحة في محافظة الفيوم؟ والأمر الثاني، من مكتشف هذه الظاهرة؟ هيكون معنا إن شاء الله خلال الحلقة الأستاذ سيد الشورى مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم للحديث عن هذا الأمر، لكن كان ملفت للنظر مشاركة أكثر من محافظة، أكثر من جهة وهيئة على هذا الأمر، ليس أمس فقط ولكن في كل عام، حيث كما ذكرت الفيوم على موعد في 21 من ديسمبر من كل عام لتعامد الشمس على قصر قارون. شباب مصر قادم، شيء جميل جدا جدا أن نرى شبابا ناجح حتى يكون قدوة ويحل محل بعض من تزعموا وتصدروا المشهد. لما الاقي محمد صلاح مع ليفربول اول مره في تاريخه يحصل على بطوله العالم للانديه، كاس العالم للانديه، ومن بينهم ابن مصر البار الكابتن محمد صلاح، شيء جميل اجمل منه حينما ترى صلاح يرتدي علم مصر. لازم ان محمد يتصدر المشهد، كابتن محمد صلاح يتصدر المشهد على الأقل، لا يضر بشباب مصر، يعلمهم الوطنية، يعلمهم الكفاح، يعلمهم كيف تبني نفسك داخل مصر وخارج مصر، أفضل بكثير ممن يضر بالشباب المصري. مشاهدينا الكرام، معنا على الهواء مباشرة الأستاذ سيد الشورى مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم. السلام عليكم أستاذنا. السلام ورحمة الله، ازيك يا استاذ رمضان؟ الله يخليك يا دكتور. أخبار حضرتك؟ أسعدتنا وشرفتنا. الله يكرمك، الحمد لله. كنت بقول إن الفيوم على موعد في 21 من ديسمبر من كل عام لتعامد الشمس على قدس الأقداس قصر قارون. ما فائدة هذه الظاهرة على السياحة الفيومية خاصة والسياحة في مصر عامة؟
يا دكتور رمضان، هو هذه الظاهرة اكتشفها الدكتور مجدي فكري أستاذ بكلية السياحة جامعة قناة السويس سنة 2003. 2003 بس؟ 2003 بس، كان معاه فريق من الباحثين ورصدوها. بدأنا في 2010 و2011 عمليات رصد ليها واحتفالات بسيطة. تمام. الاحتفالات الرسمية بدأت في 2012، يعني السنة دي السنة الثامنة على التوالي الاحتفال بها. أنا عايز أقول إن من يوم ما بدأنا الاحتفال بهذه الظاهرة وأصبح قصر قارون أعلى المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة إرادا، والمناطق الأثرية المفتوحة للزيارة في الفيوم خمسة، هم هرم هوارة وهرم اللاهون ومعبد قصر قارون تمام. ومنطقة كوموشيما ومعبد مدينة ماضي. من يوم ما بدأنا الاحتفال بهذه الظاهرة وزادت نسبة السياحة لمنطقة معبد قصر قارون بنسبة كبيرة جدا، واللي زودها أكثر وقوعه بقى في دائرة أو محور بيئي أثري سياحي. البيئي يتمثل في وادي الحيتان وادي الريان، تمام. طب انا والسياحي يتمثل في قرية تونس، والأثري معبد قصر قارون، وكل قصر قارون كلهم في دايرة حوالي 20 كيلو. هذه الدائرة أصبحت أنت يوم الجمعة من كل أسبوع بتجد، الجمعة والسبت تحديدا، بتجد جحافل من السيارات والأتوبيسات متجهة لهذه الأماكن. الأماكن الثلاثة أصبحت مزار كبير جدا. وعايز أقول كمان إن من يوم ما بدأنا الاحتفالية فيه بيجي لنا نوعية سياح مختلفة، وهي السياحة الأندونيسية والماليزية، بيجوا قصر قارون تحديدا تمام. اعتقادا منهم أنه هذا القصر خاص بقارون اللي ورد ذكره في القرآن. وطبعا هذا كلام مخالف للحقيقة تماما يعني، بس هم بيجوا، بنحاول نشرح لهم ونوضح لهم ان على اساس العلم يعني، نقول لهم لا هو مش قصر قارون، لان قارون القرآن قال عليه فخسفنا فيه به وبداره وبداره الأرض الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. صدق وفي الله. سبب تاني كمان، نعم، إن ما ملوش علاقة بقارون. هذا المعبد مبني في العصر اليوناني الروماني، العصر اليوناني بيبدأ 332 قبل الميلاد، تمام، بينما حضرتك عارف إن قارون كان من قوم موسى، وفرعون الخروج اختلف حواليه الباحثين والعلماء، ولكن كلهم اتفقوا انه كان في عصر الدولة الحديثة، والدولة الحديثة بتبدأ 1550 قبل الميلاد ل 1072 قبل الميلاد، كل ده قبل عيسى عليه السلام. بينما المعبد مبني 332 قبل في العصر اللي بيبدأ 332، يعني في بعض آراء الباحثين قالوا إن هذا المعبد بني سنة 250 قبل الميلاد. 250 قبل الميلاد. من 1550 أو لحد 1072، يعني في فرق مثلا ممكن نقول 800-900 سنة بين الحقبة الزمنية اللي عاش فيها قارون وبناء هذا المعبد، فلا علاقة إطلاقا بقارون وهذا المعبد. تمام. طيب أستاذ سيد، يمكن معلومة جميلة جدا، حتى كنا بنتساءل بيسموا ليه نادي قارون؟ ليه الناس بتهتم بقارون؟ ما هو ربنا خسف بيه وبداري الأرض. حضرتك أشرت إشارة جميلة جدا جدا إن قارون كقصر أو كنادي اسم يرجع إلى اسم مختلف تماما عن قارون الذي ذكر في القرآن. يبدو الأستاذ سيد معانا؟ انا معاك برضو، انا عايز اقول ان دي تسميه خاطئه مترتبه على تسميه اخرى خاطئه. هي التسميه جت منين يا دكتور رمضان؟ التسميه جايه من بحيره قارون. وبحيره قارون ليه اطلق عليها بحيره قارون؟ لان كان فيها خلجان ونتوءات بيطلق عليها قرن، زي هتلاقيها في بحيره قارون لو دخلت على الخريطه ممكن تلاقيها، جزيره القرن الذهبي، قرن المحاطب، قرن الجزيره، قرن ابو نعمه. فالأهالي اللي كانوا ساكنين حوالين البحيرة أطلقوا عليها بحيرة القرون، ثم حرفت في العصر الإسلامي لبحيرة قارون. تمام. وكان هذا المعبد يقع على مقربة منها حوالي 150 متر، فالناس قال إذا كانت دي بحيرة قارون يبقى ده قصر قارون. وكلمة قصر برضو دي خطأ تاني. تمام. ليه بقى؟ لأن المسلمين الأوائل اللي جم عمرو بن العاص في الفتح الإسلامي لمصر
رضي الله عنه. لما دخلوا مصر شافوا كل مبنى ضخم قالوا عليه قصر، لان طبعا انت عارف انهم كانت المباني بتاعتهم في الجزيره العربيه طبعا ممكن من الطوب اللبن او في خيام او تمام. ما شابه ذلك. انما لما جم مصر لقوا القصور المعابد الكبيره دي اطلقوا عليه قصر، ولذلك جت من هنا تسميه الاقصر لان فيها اكثر من معبد، فجمعوا كلمه قصر كمحافظه يعني. الاقصر ايوه آه. انما لا علاقه بقارون بمعبد قصر قارون او بنادي قارون او اي حاجه من هذا القبيل. طب استاذ سيد اسمح لي، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام جديد، لماذا لا يكن لمحافظه الفيوم وهي محافظة بكر دائما في كل المجالات، بدليل تم اكتشاف هذا التعامد في 2003 بس فقط، لماذا لا يكون تسويقيا سياحيا لمحافظة الفيوم وتوضع على الخريطة وتعود مثل ما كانت من قبل؟ كلام حضرتك بتقول كلام جميل جدا جدا، جديد جدا جدا. أتمنى يكون هناك أمر من قبل المحافظة وتوجيهات من السيد معالي الوزير محافظة الفيوم ونائبه لتنشيط السياحة في الفيوم بجد. لا انا ابشرك بحاجه جديده جدا، ان احنا هذا العام في 28/6/2019 فتحنا لاول مره في التاريخ حجره الدفن الملكيه بهرم سنوسرت الثاني باللاهون، ودي الاول مره تفتح امام الزياره، كان اكتشفها العالم ويليام فليندرز بيتري في 1889، وبالتحديد في 10 يونيو، لان احنا لما دخلنا الهرم السنه دي وجدنا رئيس العمال كاتب باللغه العربيه ان انا فلان الفلاني ودخلت الهرم في مع يعني في 10 يونيو 1889 1889 بعد 130 سنه و18 يوم في 28/6 اعدنا فتح هذا الهرم، ودي الاول مره بيفتح للجمهور. عايز اقول لك بقى ان من يوم ما فتحنا هذا الهرم وجاتنا أنماط سياحية ما كانتش بتخش الفيوم، يعني في يوم استقبل هذا الهرم 90 سائح أسباني، والسياحة الأسباني من النوادر أنها تيجي محافظة الفيوم. أنا الحاجة الأجمل بقى اللي أنا الجميل قوي إن في دارس آثار من جامعة لايدن بهولندا، تمام، جه مصر يومين اثنين، جه شاف حجرة الدفن ورجع ثاني يوم لإيطاليا لهولندا. فيعني انا بقول لحضرتك احنا كل الاكتشافات الاثريه وال استاذ سيد، انا استاذ سيد معذرتك على المقاطعه، معايا المخرج محمد سمير وهو ليس من ابناء محافظه الفيوم، بيقول معلومات جديده اول مره نعرفها. بنوجه الدعوه للاستاذ سيد الشورى ان يكون متواجد معنا ببرنامج مع القاده مع صور لهذه المراحل المتعدده في الاثار في الفيوم، مع مذكرة إرشادية سياحية تكون لكل مصر ولكل العالم حتى يعرف مصر الصغرى أعي أو أعني الفيوم. احنا تحت أمركم في أي وقت دكتور رمضان، يعني هرتب مع حضرتك بعد الهوى مباشرة حسب الترتيب الخاص بالمحافظة. نتمنى تواجد حضرتك تلفونيا مش هينفع، معلومات قيمة. أنا كابن من أبناء الفيوم أول مرة أعرفها، الكنترول عندي بيقول لي معلومات ما قرناهاش في كتاب، معلومة جميلة من شخص وطني، من إنسان محب ومثقف. شكرا لك السيد الشورى، وهرتب مع حضرتك بعد الهوا مباشرة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، ها هي مصر كل يوم في جديد، تلك هي الفيوم، محافظة سياحية منذ أن وعينا على هذه الأرض الطيبة نعرف أنها محافظة اليوم السياحي، يعني تيجي وتخرج في نفس اليوم محافظة الفيوم. لكن للأسف الفترة الماضية تم تهميشها، بل قضي على السياحة بفعل فاعل لاستفادة لبعض الأشخاص من هذه الأماكن. مش عايز أتكلم حتى لا يفهم كلامي بالخطأ، لكن لم يكن هناك من يخدم على الفيوم سياحياً. بعد المعلومات اللي قالها الأستاذ سيد الشورى الجميلة، حاجات يعني تاريخية موثقة، إن شاء الله يتم توجيه الدعوة له رسميا من قناة الصحة والجمال برنامج مع القادة حتى يظهر وجه الفيوم السياحي الجميل. الفيوم محافظة سياحية، الفيوم محافظة ليست إرهابية،
الفيوم بها الكثير والكثير من الشباب الذي يدفع الفاتورة الآن. الفيوم شبابها ينادي على الدولة، نريد أن نعيش حياة كريمة. لسان حالهم: نحن وطنيون، نحن محافظة وطنية، ليست وربي محافظة إرهابية. الحاج سيد ذكر أن الدولة تنظر الآن لمحافظة الفيوم في المجزر الآلي، في عمل التطوير في بحيرة قارون، في عمل الصرف الصحي، شيء جميل ورائع. بس نادى بحاجة تانية جميلة لا تقل أهمية عن هذا العمل، إن مصانع كوموشيم مغلقة 90% منها. لماذا لا تعمل؟ لماذا لا يتم إنشاء مصانع جديدة لاستيعاب الشباب من محافظة الفيوم؟ أكثر من ذلك، لماذا لا يتم عمل مشروعات جماعية؟ الشباب إذا أخذ قرض مشروعات صغيرة ليست عنده دراية ولا حنكة إن هو يتعامل مع الأمر، فلا بد من مساندة الدولة. مشاهدينا الكرام، ونحن نتحدث عن الشباب، معنا الآن على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فؤاد زغلول، أمين عام حزب الحرية المصري بالفيوم، وكان مشاركا في مؤتمر الشباب في الأسبوع الماضي. أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أسعدتني وشرفتني باتصال حضرتك. شرف لينا يا فندم. الله يعزك. حضرتك كنت داخل الحدث ومشاركا وقويا بفكرك وحضورك دائما، كيف رأيت مؤتمر الشباب الأخير؟ بداية مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. خلينا نتفق انه منتدى شباب العالم، الحدث اللي بيتكرر سنويا في مصر في نسخته الثالثه في عام 2019، حدث يخلينا احنا كشباب يا دكتور رمضان فخورين اننا مصريين. تمام. فخورين ان مصر قادره تنظم حدث زي ده، انه 8000 شخص موجودين في مكان واحد، صورة بتخرج بهذا الشكل وبهذا الجمال وهذه الروعة. ده حدث يخلينا كلنا فخورين ونسعد بمصرنا الغالية، اللي لو رجعنا بالذاكرة لورا 4 أو 5 سنين أعتقد إن كلنا أو البلد كلها كانت عايشة في حالة قلق وتوتر واضطرابات. تمام. ولكن بعد 4 أو 5 سنين بأقصى تقدير قدرت مصر تنظم حدث عالمي يضم شباب ممثلين لأكثر من 30 دولة، جايين سعداء وفرحانين ان هم موجودين في مصر وسعداء لمشاركتهم في منتدى شباب العالم. ونصا كده شباب كتير من دول كتير، احنا دولنا ليه ما تعملش حدث زي ده؟ وبعض الناس قالوا احنا دولنا ما تقدرش تنظم حدث زي ده بهذا الحجم. تمام. ودول كبيره، دول عظمى، مش دول اي كلام. وبالتالي احنا كشباب مصري فكلنا فخورين بهذا الحدث اللي بتنظمه مصر سنويا، واللي شباب العالم كلهم حريصين ان هم يكونوا موجودين في مصر وحريصين على مشاركتهم السنويه في هذا الحدث العالمي. استاذ محمد، استاذ محمد حضرتك، انا اعرف انك قائد وناجح ان شاء الله في حياتك ومزيد من النجاح ان شاء الله، لكن ما هي الاستفاده الشخصيه لشخص الاستاذ محمد فؤاد زغلول من هذا المؤتمر؟ يمكن انت لما بتشارك في حدث عالمي بهذا الحدث يكون معاك شباب مش بس من داخل مصر ومحافظاتها المختلفه، لا، من دول مختلفه، انت بتتعرف على ثقافات وعلى فكر وعلى رؤى جديده، بتتعرف على ثقافات وعادات مجتمعات يمكن الفرص ما بتتوحش لينا كتير كشباب مصري ان احنا نطلع عليها، ولكن الاحتكاك المباشر مع شباب الدول الاجنبيه بيكسبنا خبرات. والموضوعات اللي بيتم طرحها دكتور رمضان بتبقى موضوعات مهمه، موضوعات مشتركه بتشغل بال العالم باكسه، بتبقى فيها قواسم مشتركه للدول كلها، والشباب وهم مجتمعين بيقولوا ارائهم، بيقولوا تصوراتهم، بيقولوا افكارهم عليها كتير مشتركه. اعتقد انها هتبقى فرصه عظيمه لاكتساب خبرات ومهارات جديده ومعارف جديده من شباب العالم كله اللي موجود. الاحتكاك المباشر هو افضل وسيله ان احنا كشباب مصري كمان نعكس صوره ايجابيه عن دولتنا، عن مصر، عن الشباب المصري، عن التطور اللي مصر بتشهده السنوات الاخيره، ونعكس صوره ايجابيه ان مصر الدوله اللي بتحتضن السلام، انه من ارض السلام بنبعث برسائل سلام لكل شباب العالم، انه مصر دوله مستقره، دوله امنه. من خلال التجمع ده اعتقد انها بتبقى فرصه ان معظم شباب العالم من
خلال احتكاكهم بالشباب المصري يرجعوا سفراء ورسل لدولهم، بحيث ان احنا نعمل تشجيع للسياحه داخل مصر. لا، الفرص كثيره جدا الشباب المصري بيستفادها، واللي احنا على المستوى الشخصي بنستفادها. استاذ محمد، يمكن شيء جميل شاب مثل حضرتك قائد لحزب ما شاء الله تواجد قوي في محافظه الفيوم، شيء جميل نرى نواب محافظين شباب، شيء جميل نرى اليوم نواب للوزراء شباب، شيء جميل برضو من بعض الوزراء وبعض الشباب محافظين، لكن هل هذا يصب في مصلحه الشباب عامه على مستوى جمهوريه مصر العربيه؟ احنا من زمان واحنا بنتكلم كشباب عن انه الدوله يجب انها تمكن الشباب وتمكين الشباب، وبينا فتره وصلنا لمرحله لا نقول انه التاهيل قبل التمكين. اعتقد انه القياده السياسيه لما اطلقت مؤتمرات الشباب من في 2016 و2017 2018 يعني منذ قرابه 4 اعوام، وانه الشباب يرجعوا يشتغلوا داخل محافظاتهم بالتوجهات والفكر اللي بيتاخد في ملتقيات الشباب ومؤتمرات الشباب، وخاصه كمان لما بقى عندنا منتدى شباب العالم. لا، احنا بقى عندنا تمكين حقيقي للشباب. دكتور رمضان، استاذ محمد فؤاد زغلول رئيس حزب الحريه المصري بالفيوم واحد مشاركي في منتدى الشباب العالم الاسبوع الماضي، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هي القاده القادمه شباب مصر، نواب للمحافظين، نواب للوزراء، ان شاء الله بقوه 25% دستوريا في البرلمان القادم. اعتقد الايام القادمه هي ايام الشباب، شباب اليوم هم قادة المستقبل، شباب مصر قادم. أتمنى التمكين للشباب. الأستاذ محمد فؤاد زغلول ذكر كلمة التأهيل قبل التمكين. لابد من كل الأحزاب أن تفتح أبوابها للشباب، لابد لكل المنظمات والهيئات أن تفتح بابها للشباب، لكن تساؤل من الشباب، لماذا لا يتم تعيين الشباب والإعلان عن المسابقات من 2014 2016 حتى تاريخه، وجميعها تابع للمحكمة الكلية، الشهر العقاري، يعني كلها خاصة تقريبا بوزارة العدل باستثناء التضامن وباستثناء الطب البيطري. ويمكن تعيين المستشار عمرو مروان وزيرا للعدل يتم النظر لهذا الملف الشائك. الشباب يريدوا أن يعرف مصير هذه المسابقات، معي اتصالات، معي رسائل كثيرة من الشباب، لكن لضيق الوقت سنفرد لها إن شاء الله حلقة قادمة لمعرفة الجديد بعد أن يستلم السيد المستشار عمرو مروان منصب وزارة العدل. مشاهدينا الكرام، أمس كان في مؤتمر خاص بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وكان جالها تساؤل كتير جداً من أبناء محافظة الفيوم، خاصة الشباب اللي هم عندهم أراضي 5 فدادين 10 فدادين، عندهم بيت، لكن للأسف الفيوم مظلومة كتير أوي، فتم تقنين الأراضي الزراعية والبيوت في الفيوم للشباب بأسعار مبالغ فيها جدا جدا مقارنة بالمحافظات الثلاث المجاورة، سواء الجيزة، بن سويف، المنيا. حدث اتصال مع النائب المحترم سيادة النائب ربيع أبو لطيعة لنستفسر منه، لأن معظم هذه الأراضي في يوسف الصديق التابع لمعالي النائب، فكان له كلمة وهو الآن معنا على هواء مباشرة لنعرف منه إلى أين وصل ملف تقنين الأراضي على مستوى محافظة الفيوم. سيادة النائب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعدتني وشرفتني باتصال معاليك. الله يخليك يا فندم. معالي النائب، حضرتك أمس التقيت بالشباب وسمعت منهم الشكوى المتكررة من ثمن تقنين الأراضي في محافظة الفيوم مغالى فيه أكثر من المحافظات المجاورة، ماذا جرى في هذا الملف معالي النائب؟ حضرتك، أنا شخصيا قدمت فيه طلب حاطف في لجنة التنمية الإدارة المحلية، تمام، من دور انعقاد الفات يعني السنة اللي فاتت، واتناقش بالفعل طلب الإحاطة بوجود رئيس هيئة الخدمات الحكومية بوجود سكرتير عام المحافظة والجهات المختصة بتقنين الأراضي بالكامل. تمام. وعرضت المشكلة تماما قدام الناس، وعرضت لهم وشرحت لهم طبيعة الأرض في يوسف الصديق وفي الفيوم بصفة عامة. تمام. ومن عدم مياه جوفية، وإن المساحات كلها مساحات قانونية، مزارعين حد تسميها ولا شركات ولا حاجة.
الاسعار بالنسبه للاسعار في محافظات المنيا وبني سويف ومحافظات المجاوره تمام اعلى بكثير من المحافظات دي. فهم كان حصلنا الحمد لله على توصيه من اللجنه باعاده النظر في الاسعار ديت، ولكن للاسف ان هم ما زالوا في محافظه الفيوم حتى الان ما حصلش اي جديد فيها. بالعكس هم دلوقتي بيطالبوا الناس برضه بالفلوس، وبنحاول نتواصل مع السيد الدكتور محافظ دلوقتي الجديد بنشرح معاه الموضوع، وان شاء الله في يعني امل ان احنا نوصل لحل وسط في موضوع الاسعار يعني ان شاء الله. سياده النائب، يمكن معالي الوزير المحافظ الدكتور احمد ونائبه الدكتور محمد متعاونين جدا جدا، ويعني كون ان هم شباب متفاهمين هذه المشكله. لا تمام، الراجل فعلا متفاهم المشكله وعامل كويس جدا، واحنا في اجتماع معاه برضه شرحت له الموقف وعرفت طبيعه الارض. يا دكتور رمضان احنا في ناس ارض صحراويه يعني حجريه مش صحراويه حجر، والناس بتزرع برضه بصعوبه وبمنتهى الصعوبه كمان مش ومفيش ميه، وبالاضافه لان الوقت كمان بقى في مشكله جديده، حتى انا مش عارف انا نسيت اقول لك حضرتك عليها امبارح، ان مع الناس اللي قدمت طلبات تقنين كل اللي قدم طلبات تقنين دلوقتي الري بيعمل له محاضر ري. طبعا احنا مش مع الناس انها تاخد ميه ري مش مقرره ليهم، ولكن مش معنى كده ان برضه يتعمل محاضر كده عشوائيه بطريقه عشوائيه، لان برضه بتحط بمبالغ كده خرافيه عشان يروح يعني سيادة النائب. يمكن برضه تولي المهندس ايمن عزت سكرتير عام مساعد ممكن يساعد في هذا الامر، وخاصه انسان متفهم لهذه المشكله. الدكتور المهندس ايمن راجل محترم وربنا يسهل ان شاء الله التعاون معاه برضه باذن الله وخير يعني ان شاء الله. معالي النائب، اتمنى من كل نواب محافظه الفيوم انضمام مع حضرتك لهذا الملف، وكما نناشد السيد معالي الوزير المحافظ والسيد نائب والسكرتير العام والمهندس ايمن عزت لاجماع كل وكلاء الوزاره واخذ قرار، يعني ايه انا بعمل تقنين ويعني ايه الري يعمل لي مخالفه؟ عندنا كل وزاره في الفيوم بتعمل في وادي وتغرد خارج السرب، وللاسف ما فيش كنترول على وكلاء الوزاره. اتمنى ان هذا الامر يتغير تحت قياده الدكتور احمد والنائب الدكتور احمد الانصاري معالي الوزير المحافظ والدكتور محمد عماد عبد القادر نائبه. شكرا معالي النائب ربيع ابو لطيعه على تواصلك مع برنامج مع القاده وتلبيه الدعوه والسماع من الشباب والرد عليهم. مشاهدينا الكرام، زي ما حضراتكم سمعتوا تقنين يتم واوراق تقدم ووزاره الري بتعمل مخالفات لان ما فيش تنسيق ما بين الوزراء. ويمكن كان الدكتور محمد عماد في مداخله معنا في اللقاء الماضي وكان في صور كنا ممكن نعرضها لو في وقت، زرناه في مكتبه. الراجل ما شاء الله متفهم جدا جدا، نشيط، شاب 30 سنه، مرح، قال ان اي حاجه تعرض في برنامج مع القاده توصل مكتبي وهيكون في رد عليها. بنتواصل مع المتحدث العسكري، عفوا المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، طبعا طارق بيه عادل المتحدث العسكري اخونا وحبيبنا ولابعد الحدود متواصل مع كل الفيوم. لكن بقول لازم تكاتف كل النواب، السيد المحافظ يجمع كل وكلاء الوزاره، مفيش يعني ايه ان انا اشتغل في وزاره بعيد عن الوزاره الثانيه، لا لازم يكون في تنسيق اكتر من كده. بنتكلم عن الشباب، لازم تمكين الشباب، لازم الشباب ياخد فرصته في التعيينات في العلاج في التعليم. كنا نتوقع تغيير وزاريا سواء في الصحة أو في التعليم، لكن كما ذكرت الصحة في مصر هي كما هي والتعليم كذلك. إذن لابد من نظرة للتعليم وللصحة في كل محافظات مصر، ولابد من النظر للشباب. شيء جميل جدا لما نلاقي نواب لمحافظين نواب لوزراء يتبوؤون هذا المنصب في هذا السن، شيء جميل هيخدم الشباب كلهم. لكن مشكلة المسابقات مشكلة مؤرقة. أنا أقول للدولة كلمة ويعلم الله أنا ناصح أمين في هذا الأمر، إحنا في 2019 بتخلص خلاص كل سنة طيبين، وعلى الأبواب 2020 اللي هيكون فيها أكتر من استحقاق انتخابي إن شاء الله. الطابور لما بيخلو من الشباب قدام أي لجنة بيخلو من حاجة جميلة جدا، زهرة الحياة.
انما لو الشباب شارك معايا في الانتخابات يزودها جمالا ورونقا ويبقى لها طعم. فلماذا لا يتم تمكين الشباب قبل الانتخابات الفتره اللي عدت؟ طب يا جماعه شاركوا في التعديلات الدستوريه والامر هيتحسن، لان تشتركوا في انتخابات الرئاسيه والامر هيكون افضل. الشباب بعد ما عملنا اروع انتخابات والعالم كله شاهد لها في مصر، قال طب تعالوا بقى، انت كنت عمالين تقولوا انزلوا انزلوا، نزلنا. ايه اللي حصل؟ لا تعيننا ولا المسابقات ظهرت ولا حصل حاجة للشباب، بالعكس تهميش أكثر للشباب. فأمنيتي من الدولة أن ينظر للملف في الشباب ويكون 2020 هو بجد تمكين الشباب، زي ما الشباب تمكنوا من المناصب العليا يتمكن برضو الشباب من وظائف وإرشادات ويتم استقبالهم. إنه مشكلة كبيرة جدا، الشباب متخرج من الجامعات وربما كليات قمة ويبقى عاطل من غير شغل في التوقيت ان هو عاوز يروح يسهر بالليل، حتى لو عايز يلعب كوره حاجه استثماريه لازم يدفع، يروح يقعد في اي مكان عايز يصرف، هو اصلا مش موظف. هتلاقي بعض الشباب ناس تلعب بيه وتستخدمه، توديه اما ارهاب او توديه مخدرات ادمان. وارجع انا كدوله اعالج الادمان واحارب الارهاب بمبلغ العلاج ومبلغ المحاربه، انا ممكن اعمل مشروعات للشباب. شيئا جميلا فعلت الدولة مشروعات صغيرة وقرض للشباب، لكن للأسف للأمانة الشباب لا يأخذ فرصته حتى من القرض، رجال الأعمال الكبار اللي بياخدوها. نظرة لمحافظات الصعيد، أتمنى من الرقابة الإدارية، أتمنى من كل جهة رقابية أن تنظر إلى محافظات الصعيد. إذا تم اكتشاف عيب في المحافظات الأولى أو المتقدمة فاعلم أن 10 أضعافها يتم في محافظات الصعيد. لابد من تنمية حقيقية للصعيد. شيئا جميلا سمعت من الدكتور محمد عماد عبد القادر اللي هو نائب محافظ الفيوم أن الفيوم تم اعتمادها فعلا لتنمية الصعيد. كنا بين الصعيد وبين القاهرة والجيزة، لا نلنا تنمية الصعيد ولا حصلنا على تنمية القاهرة والجيزة، فأصبحت الفيوم كما هي عليه الآن مهمشة. لكن مع عام 2020 أملنا في ربنا سبحانه وتعالى مصرنا كلها تكون بخير، الصعيد يكون أفضل مما هو عليه، الشباب يتم التمكين له. برنامج مع القادة يوجه دعوة للأستاذ المحترم الأستاذ سيد الشورى مدير عام الآثار بمحافظة الفيوم ليكون ضيفا في برنامج مع القادة، ليتم عرض أمور لم يعرفها الكثير عن محافظة الفيوم وعن الملف السياحي في محافظة الفيوم، وتحديدا سنتكلم عن جزيرة القرن الذهبي كما ذكر السيد جزيرة القرن الذهبي. حتى أبناء الفيوم ربما لا يعرفوا عنها شيء، وهي الشيء الأجمل في محافظة الفيوم. مشاهدينا الكرام، أنا وقتي تقريبا انتهى، لكن من كل قلبي أتمنى الخير للجميع وأشكر كل إنسان تواصل معنا وسأل علينا أو دعا إلينا بظهر غيب. شاكر لكم جميعا، شاكر لكل الشعب المصري، بل وربي البعض من دول خارج مصر كانوا على تواصل معنا بعد الحادث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يجعل مصرنا بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. حفظ الله مصر بحفظه دائما وأبدا. مصر في القيادة، مصر في الريادة. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر ومن أحبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وأمنها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.